بقوا ستارز دلوقتي عن طريق الديجيتال. بقوا ستارز مش بس كمذيعين ولكن حتى كممثلين. ويمكن دلوقتي بيحضرني مثال احمد امين. احمد امين بقى ستار وبدايته كانت من اليوتيوب. اهم حاجة اللي انا بنصح انه الشباب يتفادوها انه ما يشتتش فكره، انه يركز في هدفه. يعني ما يقولش النهاردة لا انا عايز ابقى مذيع، لا 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 ده انا عايز ابقى ممثل، انا عايز ابقى لعيب كورة. لا، حدد هدفك وروح لتحقيق هذا الهدف بتركيز اكبر وبجهد اكبر. بمعنى انه لو انا عايز ابقى مذيع او عايز ابقى صحفي، احاول ان انا استثمر في الشيء اللي انا عايزه. بمعنى انه لازم اقرا في كل التخصصات، لازم اقرا جرايد، لازم اقرا مواقع اخباريه، لازم اتفرج على قنوات اخباريه اقليميه مش بس مصريه، لازم اقوي في اللغه العربيه حتى بالظبط. لازم يكون مصدري مش بس الفيسبوك زي ما انت قلت. في بعض القنوات منها القناه بتاعتنا بتدي فرص للتدريب، فاهلا وسهلا بيك. لو عايز تاخد فرصه عندنا للتدريب مفيش مشاكل، زمايلي كلهم من القناه هنا موجودين، وتقدر حتى احنا عاملين اعتقد على الويب سايت في اعلان زي كده نزل الفتره الاخيره، فاهلا بيك في اي وقت. احتكاكك بالمؤسسات الاعلاميه من الداخل هيفرق معاك وهيفتح لك يعني فرص معارف علشان تلاقي شغل في مجالك.